وأوصيكم بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد. النبي أخبر أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه. تغوص الأرض بموت العلماء، فاجزهم يا ربنا خير الجزاء. هم نجوم يهتدي الناس بها، هم بدنيانا قناديل الضياء. قد رزئنا اليوم بالشيخ الذي فقده ضاع فآلام الوباء. قد مضى الشيخ الحيدان إلى ربه بعد سقام وعنا. صالح قد كان فينا مصلحا، هكذا نحسبه في الأتقياء. فلقد عاش بعلم وهدى، فاجزه يا ربنا خير الجزاء. ربي عوضنا رجالا رحلوا، تركوا من بعدهم طيب الثنا. هكذا الدنيا كظل زائل، هكذا الدنيا كظل زائل. ليس في الدنيا لمخلوق بقى، كلنا نمضي إلى خالقنا. موعد الأموات في يوم اللقاء، رب ثبتنا على دين الهدى وعلى السنة عنوان النجاة. وصلاة الله تترى عذبة لخليل الله خير الأنبياء، ولآل ولصحب جاهدوا لنرى في هذه الدنيا الضياء. ربنا اجمعنا بهم في جنة، واخفنا يا ربنا دار الشقاء. نحسن الظن ونرجو رحمة منك يا ذا الفضل يا رب السماء. دعوة نرفعها في ذلة، فاستجب يا ربنا هذا الدعاء. فاستجب يا ربنا هذا الدعاء. فاستجب يا ربنا هذا الدعاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.